ما هو أفضل سن للإنجاب؟ لا يمكن الاتفاق على سن الإنجاب يناسب الجميع. تستطيع النساء الإنجاب من سن المراهقة وحتى سن اليأس، بينما تمتد فترة خصوبة الرجل حتى عمر 60 أو 70. المشاكل الاقتصادية والمسارات الدراسية الطويلة والميول الشخصية كلها عوامل تشير إلى أن فترة الخصوبة لم تعد أفضل أو أكثر فترة عملية للإنجاب بالنسبة لكثير من الأشخاص. ينتظر الناس الذين يعيشون في الدول الصناعية فترة أطول للإنجاب أكثر من أي وقت مضى. وجدت دراسة سنة 2017 أن معدل أعمار الآباء للطفل الأول ارتفع إلى 30.9 سنة سنة 2015 مقارنة ب 27.4 سنة في سنة 1972. طبقا للمركز الوطني للإحصاءات الصحية، شهدت سنة 2016 معدل ولادة أكبر عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 من النساء بين 25 و 29 سنة. يحصل هذا للمرة الأولى منذ سنة 1940 عندما أصبحت هذه البيانات متاحة. تلعب العوامل الاقتصادية دورا مهما في قرار الشخص للإنجاب أم لا؟ اقترح بعض المتخصصين في مجال الصحة أن هذا الركود قد يكون سببا في التراجع المؤقت لنسبة الولادات. سنخوض في هذا المقال في عوامل مؤثرة في السن الأمثل للإنجاب، كما سنشرح الحدود البيولوجية عند الذكور والإناث والتأثيرات الاقتصادية والعاطفية وما الذي يجب فعله عند تفويت السن المثالي للحمل. ما هي أفضل الأوقات للحمل بيولوجيا؟ تبدأ الخصوبة في فترة المراهقة عند سن البلوغ، ثم ترتفع بثبات لعدة سنوات عادة. تتميز فترة العشرينيات بخصوبة عالية عند الذكور كما في الإناث. حسب المجتمع الأمريكي للطب التناسلي، تعرف الإناث انخفاضا طفيفا في الخصوبة في بداية الثلاثينيات من عمرهن، ويزداد الانخفاض بشدة بين سن 35 إلى 45 سنة. تصل إمكانية وقوع الحمل عند امرأة بصحة جيدة في 30 من عمرها إلى 20% في الشهر. عند سن 40 تنخفض النسبة إلى أقل من 5% في الشهر. لا يوجد عمر محدد فاصل بالنسبة للخصوبة عند الذكور، رغم انخفاض جودة النطاف قليلا عند التقدم في العمر. عند بلوغ الذكر سن 60 يشكل انخفاض عدد وجود النطاف صعوبة حقيقية لحدوث الحمل. لا تقتصر العوامل المؤثرة على الحمل في العمر فقط. يعاني بين 12 إلى 13% من الأزواج في الولايات المتحدة الأمريكية من مشاكل الإنجاب بغض النظر عن السن طبعا. لا تقل الحالة الصحية للشخص بما في ذلك الأمراض كمتلازمة المبيض متعدد الكيسات والانتداد البطني الرحمي أندوميتريوزيس التي قد تؤثر على الخصوبة، أهمية عن أنماط الخصوبة المرتبطة بالعمر. بعض الأسئلة التي قد يطرحها الأشخاص على أنفسهم حول استعدادهم البيولوجي تتضمن: ما هو احتمال الحمل الناجح في مثل عمري؟ هل يسبب تأخير الحمل لسنة أو سنتين انخفاضا كبيرا على مستوى خصوبتي؟ وهل أعاني من أي أمراض قد تؤثر على مستوى خصوبتي أو قد تتطلب علاجا قبل محاولة الحمل؟ للإجابة، لا يوجد وقت أو عمر محدد للإنجاب. جميعنا مختلفون. يشعر البعض أنهم مستعدون نفسيا للإنجاب في بداية عشرينياتهم، بينما يشعر بعضهم الآخر بإحساس مغاير. قد ترافق العديد من تحديات قرار الإنجاب وتتطلب الصبر والمرونة والتخطيط، الرغبة في طلب المساعدة عند الحاجة والتعاطف. تقترح آخر الأبحاث أن العقل البشري لا يكتمل نضوجه إلا عند سن 25 سنة. قد يختار بعض الأشخاص التمهل للاستعداد معرفيا وعاطفيا واقتصاديا للإنجاب. وهؤلاء بعض الأسئلة التي من الممكن أن يطرحها الشخص للتأكد من استعداده للإنجاب: هل أحس أني قادر على الاهتمام بطفل؟ هل أنا على استعداد لتغيير نمط حياتي أو تأخير بعض أهدافي لإنجاب طفل؟ كيف أتمنى أن تكون حياتي بعد أن يكبر طفلي؟ ماذا أتمنى أن أحقق قبل أن أنجب؟ يتطلب الأمر عدة سنوات ليشعر الشخص باستعداده الكامل ماديا للإنجاب. قد يتضمن ذلك العثور على عمل مستقر وسكن آمن أو امتلاك منزل. حسب إحدى الدراسات الاستقصائية، العمر الوسيط لمن يبتاع منزل للمرة الأولى وصل إلى 32 سنة حاليا، مقارنة بحوالي 29 سنة في ثمانينيات القرن الماضي. أصبح عدد أكبر من الأشخاص يسعى وراء الشهادات الجامعية. أغلب الأشخاص يكملون دراستهم الجامعية عند منتصف العشرينيات، وقد يتطلب الأمر منهم بضع سنوات للإحساس بالاستقرار المادي بعد الجامعة، إضافة إلى أن عدد كبير من الخريجين مطالبون بتسديد ديونهم الطلابية. تشير هذه العوامل مجتمعة
أن عددا كبيرا من الناس غير قادر على الإنجاب عند نهاية عشرينياتهم وبداية ثلاثينياتهم. قد يحتاج البعض إلى وقت أطول، خاصة إذا كانوا يعيشون في منطقة ذات مستوى معيشي مرتفع. هناك فجوة كبيرة في متوسط العمر الذي ينجب فيه الشخص الطفل. يعتمد هذا بشكل كبير على مكان عيشه. في نيويورك يصل متوسط عمر النساء عند إنجاب الطفل الأول إلى 31 سنة، مقارنة بسن 20 أو 21 في المناطق الريفية جنوب داكوتا وتكساس. قد تلعب الفروقات المالية والقواعد الثقافية دورا في هذا الاختلاف في العمر طبعا. ماذا سيحصل عند تفويت السن المثالي؟ قد يكون من المستحيل على الشخص التنبؤ بالوقت المناسب للإنجاب. قد يحس بعض الأفراد باستعداد بيولوجي للإنجاب في عشرينياتهم مقابل عدم استعداد مادي وعاطفي. لا يعني هذا أنهم فوتوا فرصتهم في الإنجاب. يجب على الأفراد أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار المناسب لهم. مع ذلك يجب على النساء إدراك أنهن لا يستطعن الإنجاب بعد سن اليأس. يصل متوسط سن اليأس إلى 51 سنة، ويعاني أغلب الأشخاص من انحدار شديد في الهرمونات في السنوات التي تسبق سن اليأس، في حين لا يوجد سن محدد لتوقف قدرة الذكور على إحداث الحمل. تتغير نطافهم وتنخفض في العدد مع الكبار في السن. على الرغم من قدرة عدد من الذكور على الإنجاب في سن 60 وما بعد، فإن نطافهم لا تكون بنفس الصحة جينيا. إذا أغلقت نافذة الشخص البيولوجية للإنجاب، فقد يبقى الأمر ممكنا عن طريق استعمال بنوك النطاف والبويضات أو تبني جنين أو تبني طفل. بينما يبقى من الممكن للشخص الإنجاب رغم تفويته للوقت المثالي ماديا ونفسيا، لكن ذلك سيكون أكثر إرهاقا أو أقل جدوى. قد يغير إنجاب طفل حياة الشخص، ولا يشعر الكثير منهم أبدا بالاستعداد الكامل لذلك. بينما تنخفض الخصوبة مع التقدم في السن، تستطيع أغلب النساء الإنجاب قبل سن اليأس، وتبقى الخصوبة حاضرة لدى أغلب الذكور حتى 60 أو 70 من عمرهم. مع التقدم في السن ترتفع نسبة بعض الأخطار المرافقة للحمل والإنجاب. لا يوجد وقت للإنجاب يناسب جميع الناس. في المقابل يتوجب على الأشخاص موازنة المخاطر والفوائد، ثم اتخاذ قرار يتناسب وقيمهم وأهدافهم في المستقبل.